يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه السادسه، حلقه نهايه الاسبوع، ثلاث ساعات بالتمام والكمال بتفصلنا عن المباراه المنتظره. المصريين كلهم النهارده ورا منتخبهم الوطني في مواجهه السودان. ثلاث مجموعات حسمت بالفعل وبان فيهم الموقف بشكل واضح ونهائي، ويتبقى ثلاث مجموعات تتحسم في ال 48 ساعه القادمه. النهارده ان شاء الله يمكن يعني من حسن الطالع زي ما بيقولوا انه منتخب مصر بعتقد انه صاحب المهمه الاسهل في كل المنتخبات، من بين كل المنتخبات اللي ما حسمتش مصيرها وما اتضحش موقفها لغايه اللحظه. كلام كتير جدا سمعناه عن مباراه السودان، والكلام اللي قلته امبارح باكده مره تانية النهارده. الفوارق كبيره جدا، والفرص الحقيقه قدام المنتخب الوطني عشان يستعيد هيبته اللي غابت في المباراتين الأولى والتانية سواء أمام نيجيريا أو أمام غينيا بيساو سانحة جدا النهاردة. أعتقد أنه مع كامل التقدير طبعا والاحترام لمنتخب صقور الجديان، ولكن في النهاية أعتقد منتخب مصر بقماشته اللي شاءت الأقدار أنه يقودها كارلوس كيروش في بطولة أمم أفريقيا قماشته كبيرة جدا. منتخب كبير إن شاء الله بإذن الله. الحقيقة بعيدا عن النتيجة، أنا مش بتكلم عن النتيجة، لكن النهاردة بتكلم على أنه المصريين مستنيين أداء في أحسن مستوى، مستنيين شخصية المنتخب ترجع وتبان مرة تانية عشان تطمننا على اللي جاي سواء في أمم إفريقيا أو الأهم طبعا مشوارنا في التأهل لكأس العالم. هنتكلم مع حضراتكم على البطولة اللي ما خلتش الحقيقة من مفاجآت، وأعتقد أنه في توقعاتي يعني وفي تقديري أن المفاجآت هتكون مستمرة على مدار النهاردة وبكرة، وبعد خروج غانا اللي ودعت البطولة واحد من أكبر الأسماء في عالم الكرة الأفريقية، متوقع كمان أن منتخبات كبيرة تودع البطولة. خليني أدخل في موضوعات حلقتنا النهاردة، وهيكون معانا النهاردة فقرات في السادسة مهمة جدا، أتمنى إن شاء الله أنكم تستمتعوا بحلقة النهاردة. خليني أبدأ معاكم بأهم الأخبار والعناوين. الليلة المنتخب الوطني في مهمة حسم التأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا في مواجهة السودان، وتفوق تاريخي لمنتخب الفراعنة في مواجهاته أمام السودان، كيروش يحذر اللاعبين من التهاون ويخشى مفاجآت صقور الجديان، والأهلي راحة من التدريبات اليوم استعدادا للمقاولون العرب في كأس الرابطة، مسحة طبية للويس ميكسوني في اليوم في التدريبات قبل الانتظام في تدريبات الأهلي غدا، وسين باولي يحقق المفاجأة ويقصي بروسيا دورتموند من ثمن نهائي كأس ألمانيا.